ويظل شعارنا الخالد الله الوطن الملك. وجزى الله خيرا، جزى الله خيرا القائمين على هذا الملتقى الوطني الدولي الذي جعله تحت الشعار افعلوا الخير خدمة للدين والوطن. وبهذه المناسبة يتقدم السيد ناصر أيت بو ناصر رئيس جمعية المساعي الحميدة ومدير دار الفقيهة ومدير الملتقى الوطني والدولي السنوي تمسلت بكلمة ترحيبية للحضور الكريم. فلسطين الشقيقة سيادة والي جهاد سوس ماسة سيدي عامر صاحب الجلالة على إقليم ترودنت، حضرات السيدات والسادة أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فلو أردنا أن نجمل أسباب ودوافع ونتائج وتطلعات هذا الملتقى الرباني المبارك في جملة واحدة جامعة مانعة لكانت تلك العبارة هي حب الوطن. ولهذا حرص المنظمون على مدى جميع الدورات السابقة أن يكون شعار جميع دوراته مقتبساً من ومضة قرآنية مباركة محفزة تعقبها عبارة خدمة الدين والوطن. فكانت الدورة الأولى تحت شعار وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، والثانية تحت شعار وتعاونوا خدمة للدين والوطن، والثالثة تحت شعار اعملوا صالحاً خدمة للدين والوطن، والرابعة تحت شعار فاستبق. وجزى الله خيراً كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد هذه المدرسة العتيدة للتعليم العتيقة. وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.